ورأيك في فكرة تصدر ليفربول لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برغم غياب محمد صلاح عن صحيح. ماتشات كتير منها صحيح. وفكرة برضو إن أستون فيلا مش ساكت عمال يفرق. صح، بالنسبة لليفربول أكيد هو يعني لازم نعترف إن الدوري الإنجليزي حتى الآن هو أقوى ثلاث أندية فيه، سواء رقميا من ناحية تسجيل أهداف أو دفاعيا في استقبال أهداف، وكمان عدد الانتصارات وتحقيق النقط ليفربول مان سيتي أرسنال. واضح إن المنافسة خلاص محسومة ما بينهم، وكمان يعني في مواجهات هتكون ما بينهم وبين بعض. بس ده طبيعي كل سيزون، يعني ليفربول مان سيتي أرسنال. أرسنال بدأ يدخل من السيزون اللي فات، إنما قبل كده أرسنال ما كانش موجود، كان موجود تشيلسي أحيانا بينافس، توتنهام برضو شوية كان بيزاحم، لكن السنة دي احنا بنتكلم في الثلاثة. يعني انا اللي انا عايز اقوله حتى التنافسيه بقت الارقام فارق، كان انا فاكره كانت 60 نقطه 59 58 قبل المباراه بالامس. صحيح، فاحنا بنتكلم دلوقتي ان التنافسيه بتزيد، الفرق التوب 6 كلهم، مش التوب 4 كمان او التوب 3، لا التوب 6 هيلعبوا بعض كلهم في ال10 ماتشات اللي جايين. وارد جدا ان احنا نشوف تغيرات، عندنا يوم الاحد اللي جاي هيكون في ليفربول مع المان سيتي، ده ماتش ممكن خلاص المان سيتي يعني يطلع فيه للصداره، والمان سيتي لما بيطلع للصداره الموضوع بيكون صعب. تفتكر ممكن يحقق ده فعلا مع غياب محمد صلاح ليفربول؟ لا، مان سيتي يحقق ده؟ وارد جدا، وارد جدا، ده ماتش ما فيهوش اي احتمالات. الماتشين اللي جايين للمان سيتي هيكونوا اصلا ليفربول وبعديه ارسنال، فانت لو ما قدرتش انت تكسب الفرقتين دول بالنسبه لك بنسبه كبيره خلاص انت الدوري هيكون صعب. انت الاثنين منافسين مباشرين اللي في فرق نقطه فوق ونقطه تحت، لو ما قدرتش انت تتفوق عليهم وتوسع المسافه معاهم خلاص احنا خلاص داخلين في اخر 10 مباريات في الدوري الانجليزي، فانت خلاص كده الموضوع هيبقى بالنسبه لك مشكله. ليفربول لو قدر ان هو يحافظ على صدارته في ماتش المان سيتي بيقرب، مش بيحسم، عشان برضه هيكون لسه عنده مباريات تقيله ضد المان يونايتد، عنده توتنهام، عنده استون فيلا، فلسه برضه هيكون الموضوع صعب برضه شويه بالنسبه له، بس هو المنافس بتاعك انت بتقدر ان انت تتفوق عليه. طيب على صعيد بقى الدوري الاسباني، تعالى نبتدي بالتعادل اللي حصل بين ريال مدريد وفالنسيا في ظل هرتله تحكيميه لافته للانظار. كارثه طبعا، كوارث. ايه اللي حصل ده؟ والله انا مش قادر افهم هو الحكم كان ايه المشكله بالنسبه له. هو عملها في الشوط الاول مع فالنسيا، الكره كانت في منطقه ال 18 يعني خلاص جاية بيرفع الكره وممكن بنسبه كبيره انها تتسجل هدف طبعا. صفر انهى الشوط الاول، قلنا مش مشكله عادي الامور بتمشي، وكان وقتها فالنسيا كمان متقدم فاللعيبه ما اعترضتش. الغريب بالنسبه لي بقى الجزئيه بتاعت الشوط الثاني او انهاء المباراه نفسه، ان انت الكورنر بيتلعب. طيب هو مجرد ما الكوره بتطلع من الدفاع انت المفروض خلاص هتصفر لو انت عندك النيه ان انت تصفر. طبعا هو الكادر لما عمل زوم عليه يعني هو حط الصفاره وبعدين شالها وقربها تاني وشالها وبعدين صفر. طب انت التردد بتاع الحكم ده اتسبب في ازمه، ان هو خلى الصفاره تطلع والكره في الهواء، مش حتى قبل اللاعب ما يلعب العرضيه، لا طبعا. هي الكره كانت في الهواء. يمكن كان عايز يتاكد ما البعض برضو عشان نحمل الراي والراي الثاني. البعض فعلا انتقد الحركه دي للحكم، والبعض الثاني قال لك ما كانش ينفع يعمل ده غير لما يتاكد علشان ما تحسبش عليه. انت بتشوف ده رايي بالظبط؟ لا يعني لازم كان ما يصفرش في اللحظه دي او الثانيه اللي احنا كنا بنشوف ان هي كانت المناسبه، لان هو كان عايز يتاكد من الكره. ده اتقال وده اتقال، انت بتشوف انهي الاصح؟ لا انا الاصح الحاجه اعمل الحاجه اللي مش هتسبب لي ازمه. اوكي انا كان عندي مشكله ان شايف ان الوقت انتهى، حقك حكم طبعا حقك، وبالمناسبه ما فيش حاجه في القانون تلوم الحكم في جزئيه زي دي، لكن انا هي بتبقى تقديريه طبيعي. بالظبط، الطبيعي ان احنا بنقول الهجمه تكمل بالزبط. فانت الهجمه انتهت مع ابعاد الدفاع للركنيه بالراس، فانت قررت انت تبدا هجمه جديده كحكم، سيبها تكمل بقى، سيبها تكمل سيبها تكمل، لكن تتردد مره واثنين وثلاثه فالصفاره تيجي بعد والكره في الهواء، ولاعيبه فالنسيا طالعه كمان، يعني لعيبه فالنسيا مش هنقول انها مثلا وقفت علشان بيلينجهام يطلع يلعبها بالراس لوحده واعتمدوا على الصفار، لا لعيبه فالنسيا كمان طلعت والحارس عمل تراي على الكوره وكل الكوره ماشيه طبيعي جدا، بعدين بنتفاجئ ان الكوره انتهت. احيانا بعض الحكام بيحب يلجا او يشيك تشيك نهائي مع الفار في نهايه الماتشات، بس هو بيصفر قبلها، هو بيصفر ويشاور للاعيبه بيعمل لهم اشاره بايده ان هو استنوا جوه الملعب زي ما انتم، محدش يخرج من الملعب، هنخلص التشيك لو في اي حاجه قبل ما ننهي الماتش، وبعد كده بيشاور له. هو حتى كمان ما عملش دي، هو قرر يصفر وبعدين اللعيبه اتلمت عليه، فالطرد طلع لبيلينجهام وانذارات طلعت وحاجات غريبه جدا. انا بالنسبه لي كان مشهد عجيب،
اللي بيشوف كره من زمان قوي شفناه، بس الكلام ده كان سنه 86 ماتش العراق واوروجواي في كاس عالم، والعراق كان هيسجل هدف التعادل في نهايه الشوط الاول والحكم صفر برضه، والكره كانت بتتلعب ركنيه وكان خلاص منتخب العراق هيتعادل مع اوروجواي وبيسجل هدف. بس احنا بنتكلم في حاجه عدى عليها 40 سنه طبعا. او 38 سنه كتير. كان في وقتها اي اجراء اتخذ في هذه المباراه ولا كالعاده يعني الاخطاء التحكيميه وارده وما فيش محاسبه؟ هو لا، هو في النهايه هو ما يعتبرش خطا، هي حاجه تقديريه زي ما بنقول. هو عرف في كره القدم ان الهجمه بتكمل، لكن حد يقدر يلوم على الحكم ان هو عمل حاجه خطا فني او خطا كارثي او حاجه بره القانون؟ لا مش موجود، لان هي كانت ثواني بتفصل فعلا. مش هو هي اجزاء من السنه. بالظبط. كان في